احنا عايشين في عالم مليان بالأنشطة لكنه خفيف بالعلاقات. انا اسمي فارس، تعال اليوم مع بعض نتعلم عن 5 علاقات راح تغير كل حياتك. الروحانية الصحيحة هي انك تحب الله وتحب الناس باستمرار 24 ساعة باليوم 7 ايام بالاسبوع. كثير من الناس بيحاولوا التقرب إلى الله، إن كان عن طريق الصوم أو الصلاة أو التدين أو الأعمال الحسنة أو أفعال الخير، مع إنه كل هاي الأمور رائعة وممتازة جداً وكل إنسان مؤمن لازم يعملها، ولكن هل هاي الأشياء الرائعة هي المقياس أو الهدف اللي الله عايزنا نوصل له؟ أم هناك شيء أعمق بكثير من مجرد إني بعمل أمور حتى أرضي الله؟ لو فكرت فيها كويس راح تلاقي نفسك عم تسأل هذا السؤال: ماذا يرضي الله فعلا؟ شو اللي بخليه فرحان؟ شو اللي بخليه مبسوط مني؟ ماذا يسر قلبه حتى أفعله؟ بدون شك راح تلاقي حالك بتعطي مليون جواب لهذا السؤال، ولكن خليني أعطيك من الكتاب المقدس بيقدم لنا وصفة ما إلها مثيل لهذا السؤال العظيم: كيف أرضي الله في حياتي؟ الله يريدنا أن نكون مؤمنين بحسب رومية 12. خليني أوضح لك شو بقصد. رسالة رومية في الكتاب المقدس بتقدم لنا صورة موجزة عن الإنسان اللي عايش كل حياته بحسب المعايير اللي وضعها الله حتى نكون مؤمنين حقيقيين. أنا عملت دراسة شيقة جدا مدتها 6 أسابيع عن هذا الموضوع تحديدا. على فكرة أحب أني أقدم لك هاي الدراسة مجانا لما بتتواصل معي على مواقع التواصل اللي ظاهرة قدامك على الشاشة، ما تتردد أنك تواصلنا. فإذا كنت عايز أنك تكون مؤمن حقيقي، هات ورقة وقلم وسجل معي كيف ممكن تكون مؤمن بحسب رومية 12. 1، المؤمن الحقيقي له علاقة مع الله. لاحظ معي العدد الأول شو بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إذن لاحظ معي أنه الشرط الأول حتى تكون مؤمن حقيقي هو أنك تسلم حياتك بالكامل وتكون في تسليم تام لشخص المسيح. الشرط الأول هو أنك تقدم نفسك، إنك تسلم نفسك لله بطريقة معقولة ومرضية وكاملة، وهذه بتكون خطوتك الأولى حتى تصير مؤمن بحسب رومية 12. 2، المؤمن الحقيقي مش بس له علاقة بالله، لكن له علاقة بنظام العالم، بمعنى إنه منفصل عن قيم العالم وأساليبه. بتقول الآية الثانية من رومية: ولا تشاكلوا، يعني ما تصيروا بحسب شكل، لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فالخطوة الثانية اللي لازم نعملها حتى نكون مؤمنين إنه نجدد أذهاننا يومياً حتى نختبر نعمة الله الغنية. وتجديد الذهن على فكرة مش ممكن إنه يحصل دون انفصال حقيقي وتام عن نظام العالم الفاسد اللي منعيش فيه، اللي مليان غش وخداع وأشياء لا ترضى الله. فإذن مؤمن رومية 12 له علاقة مع الله، 2، منفصل عن العالم. 3، المؤمن الحقيقي له علاقة بذاته، له علاقة مع نفسه، بمعنى أنه لديه تقييم واعي وصحيح عن نفسه. الآية اللي بعدها بتقول: لا ينبغي الإنسان أن يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي بل يرتقي إلى التعقل، بمعنى أنه الإنسان ما يفكر بطريقة عالية بنفسه فيصيبه الكبرياء، ولا يفكر بطريقة دونية بنفسه فيشعر بصغر النفس. الكتاب المقدس الرائع الثمين يعلمنا نكون متعقلين في تقييم الذات ونكون عارفين أنفسنا على حقيقتها. 4، المؤمن الحقيقي له علاقة بالمؤمنين. اللي بيعطي للحياة معنى وهدف هي العلاقات اللي الله وضعها في حياتك. أنت إنسان مخلوق علائقي بالدرجة الأولى، ومش ممكن تقدر تلاقي اكتفاء ولا سعادة حقيقية من دون وجود علاقات صحية عم تنمو في حياتك. لذلك الله بوصينا في رومية 12 بيقول إنه نخدم بعضنا البعض بمحبة، بلطف، بوداعة. لاحظ معي ما أجمل هاي الآيات اللي بتقول في رومية: المحبة فلتكن بلا رياء،
كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. إذن هاي الآيات بتعلمنا أنه المؤمن الحقيقي هو الإنسان اللي له علاقة مع الله، رقم واحد. اثنين، منفصل عن قيم العالم. ثلاث، عنده تقييم حقيقي لذاته. وأربعة، بيخدم الآخرين بمحبة. خامس وآخر صفة للمؤمن الحقيقي هو أنه يكون إنسان له علاقة مع غير المؤمنين، بمعنى أنه يتغلب على الشر بالخير. بكتير مرات منواجه حروب، مضايقات من الناس اللي حولنا وناس بيكونوا ضدنا، لكن المؤمن الحقيقي هو الإنسان اللي بيفضل أو بيضل يعمل الخير حتى مع الأشرار. لاحظ مع رومية 12 شو بتقول: باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، لا تجاز أحد عن شر بشر. وبيكمل وبيقول: فإن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بالشر، بل اغلب الشر بالخير. تعال بالنهاية حط كل ثقتك وإيمانك في شخص المسيح. بحب أنه تتواصل معنا حتى نقدم لك دراسة الروحانية الصحيحة مجانا، حتى تنمو في مشوارك الروحي مع الله. دائما تذكر أنه إلهك بحبك، إلهك في صفك، يريد الأفضل لحياتك.